بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن ستيب 2 اللي هو البوست واللايك والكومنت. هنبدأ ان شاء الله نكريت الموضوع بتاعنا ده ان شاء الله في الفيديو ده. هروح على السورس على الموديل واعمل كرييت اول حاجة لايه؟ لبوست. طبعا البوست قلنا فيه ايه؟ هناخد ده كله اهو هنحطه هناك، مجرد بحط داتا مش اكتر. عندي اول حاجه الاي دي، طبعا لو حد فاكر مش هنحط الاي دي. ليه؟ لان انا مجرد ما اعمل اكستند لبيز انتيتي هو كده البيز انتيتي فيها ايه؟ فيها الاي دي، صح ولا غلط؟ صح. فكده الاي دي معايا خلاص، وده برضو حاجه في الاو بي الانهيرتن زي ما قلنا عشان ما نكررش الاي دي. كنا زي دلوقتي مكريتين الاي دي هنا وحاطينه هنا وكمان حاطينه في البوست وهنحطه في اي كلاس هنكريته، لا عملنا بيز انتيتي بتعمل اكستند على طول. واي داتا متكرره ممكن نحطها في البيز انتيتي بحيث تكون متكرره في كل الكلاسات زي الاي دي بالظبط. الاي دي محتاجه في كل الكلاسات، فعزلته في البيز انتيتي وحطيته في كله عن طريق الاكستند. تمام. الكونتنت هقول له برايفت سترينج كونتنت، مفيش مشكله. حلو. الايمج، الايمج ممكن احط الباس بتاعها عن طريق سترينج مكانها فين بالظبط يعني. الفيديو برضو الباس بتاعه عن طريق سترينج. اليوزر ده اوبجكت هاخده عادي خالص، اوبجكت من اليوزر زي ما ايه ما فهمنا من بعض ان البوست ليوزر واحد والبوست ليه اكتر من لايك، يبقى لسه من اللايك. طبعا اللايك لسه ايه؟ لسه ما اتكريتتش عشان كده جايب ايرور، بس خليها موجوده. وبرده الكومنت كذلك لسه ما اتكريتتش، هنخليها كومنت. اهو كده الايه؟ البوست ليه يوزر واحد، ليه لسته من اللايك وليه لسته من الكومنت، ونخلي دي برايفت. نروح نجيب مين؟ نروح نجيب اللايك. تمام. هنكريت كلاس جديد اسمه لايك، هحط فيه الاتريبيوت بتاعته. طبعا الاي دي مش عاوزينها، وهنحط ايه؟ اكستند لبيز انتيتي. البوست ده اوبجكت من البوست، بوست بوست مش مشكله. واليوزر يوزر يوزر، وهنحطها ايه؟ نحطهم برايفت، ونحطهم ايه؟ برايفت. كده اللايك ليه بوست واحد واليوزر واحد. فعلا اللايك مش بيتحط غير على بوست واحد، لو انت معاك لايك هتحطه على بوست واحد واليوزر واحد اللي عنده. تمام. والايه؟ والاي دي موجود في البيز انت. حلو، ما فيش اي مشكله. نروح فين؟ نروح نجيب اخر حاجه الا وهي الكومنت. حلو قوي. هنروح في الموديل نكريت الكومنت. تمام. الكومنت بيقول ايه؟ اول حاجه برايفت، طبعا الاي دي زي ما قلنا مش عاوزين. ليه؟ لان انا هعمل اكستند البيز انتيتي هيجي عندي على طول. اول حاجه ايه؟ برايفت سترينج تكست. التكست اللي هتحط على الايه؟ على الصوره، ده عباره عن سترينج. الايمج برضو كذلك، الفيديو برضو كذلك، وطبعا الايه؟ البوست ليه بوست واحد، قصدي الكومنت بينكتب على بوست واحد واللي بيكتبه يوزر واحد. في مشكلة؟ مفيش مشكلة. كده احنا كريتنا الداتا بتاعتنا. لو رحنا على اليوزر، قصدي هروحنا على البوست، عندنا لستة، هنعمل بس امبورت للستة بس خلاص. كده البوست ليه لست من اللايك ولست من الكومنت. فعلا انت لو دخلت على اي بوست على الفيسبوك هتلاقي ليه مجموعة لايك ومجموعة كومنت. اللايك بيتحط على بوست واحد ويوزر واحد اللي بيحط. الكومنت بيتحط على بوست واحد ويوزر يوزر بس اللي بي ايه اللي بي ايه اللي بيكتبه. حلو، حلو الكلام. واحد يقول لي استنى بقى، في حاجة. هقول له ايه؟ هيقول لي انت عندك هنا في اللايك
قصدي في الكومنت، في الكومنت والبوست عندك كونتنت وايمج وفيديو. بص بقى معايا، كونتنت وايمج وفيديو، حلو ده في البوست. وعندي في الكومنت في تكست وايمج وفيديو، التلاته زي بعض. التلاته زي بعض ازاي؟ ده سترينج سترينج سترينج. الكونتنت ده مجرد اسم متغير، فانا ممكن اخلي ايه، اخلي ديت كونتنت برضو. ما هو الايه، ما الكومنت ليه كونتنت اللي هو التكست، يعني اسم المتغير ده مش فارق، انا اهم حاجه يكون معايا الداتا تايب تكون تمام. فانا ممكن اكريت كلاس جديد، وركز بقى معايا، ركز معايا، ولا هقول لك خلي دي الفيديو الجاي فيديو منعزل، لان هتكون مهمه جدا، لان في تركه كده هنعملها مع بعض ان شاء الله، فانا حابب انها تكون في فيديو لوحدها. احنا واقفين لغايه ان احنا كريتنا ايه الثري موديل دول، وحطينا الداتا بتاعتنا فيهم، مفيش اي مشكله. ما اعتقدش ان الموضوع صعب كده. احنا خلصنا ستيب 2، فاضل نود بس على ستيب 2 ديت، المره الجايه هنعملها، وكده يبقى احنا فينيش ستيب 2. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح. لو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك ولينكد ان، وطبعا لينك الجيت هاب هسيبه لك في الديسكريبشن عشان لو انت عاوز الاكواد ديت. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.